صباح الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب لثاني أيام رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث تكون الأجواء غالبا صافية، تفرق لبعض الغيوم، 35 درجة مئوية، أما الملموسة 34، الرطوبة حوالي 70%، أما الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 27-17، عرعر 25-15، وتبوك 30-18 درجة مئوية مع أجواء مشمسة بشكل عام. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 35-24، مدينة جدة 29-25، مكة المكرمة 36-25، أما الطائف أجواء غير مستقرة 28-19 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية تشهد أيضا أجواء غير مستقرة، زخات من الأمطار في جازان 33-27، أبا 25-16، أما الباحة 23-16 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء غير مستقرة في الدمام 30-25، الإحساء أيضا 35-24 مع زخات رعدية من الأمطار، أما حفر الباطن 29-18 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 35-24 مع تفرق لبعض الغيوم، بريدة رياح نشطة وأتربة مثارة 28-19، أما حائل طقس صافي 26-15 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.